بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، افتتح الصالون الدولي 23 للصناعة التقليدية بقصر المعارض بالعاصمة بمشاركة ما لا يقل عن 180 حرفي من جزائريين وأجانب بهدف تبادل الخبرات في مختلف مجالات الصناعة التقليدية وتسويق منتجاتهم. نحافظ على هذا التراث ونعرف بجودة الصناعة التقليدية لما تقوم به وما تنتجه أنامل كل الحرفيين الذين نعتبرهم إلى جانب أنهم حرفيين فهم فنانين. كذلك نقوم بتشجيع من خلال هذا الصالون بتشجيع المنتجات الصناعة التقليدية والفنية خاصة منها الوطنية، وذلك تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بتنظيم الصناعة التقليدية وفق المعايير الدولية لضمان جودة المنتوجات التقليدية وأصالتها والمحافظة عليها من الاندثار والتقليد. إلى جانب تبادل الخبرات، يعد الصالون مناسبة سنوية بامتياز للحرفيين للترويج لمنتجاتهم المعبرة عن مدى عمق وتنوع التراث الذي تسخر به كل منطقة من مناطق الوطن. غير أن نقص فضاءات الترويج للمنتجات وبعض المواد الأولية يعد من بين أهم العراقيل التي يواجهها الناشطين في المجال. La matière première elle est importée. نجيبوها كامل من الخارج. الأرجيل، الماي، ميم لا دورور، ميم الذهب اللي نخدموا به نجيبوه من الخارج. لا ماتيغ بروميير ماشي كاينه في الجزائر، مي اني با تريتي. عندنا مشكل واحد انا قلت لك قبيل، مشكل تاع لا باز وين نخدموا في الحرفه هذه. كيما انا راني كاري في الولايه تاع سطيف، راني كاري عندي سنوات ومش دوكا عام ولا زوج ولا. قضيه التسويق راها شيء صعيب علينا بزاف، يعني ما عندناش المنتوج، مثلا ما نخدموا الصناعه التقليديه ما كانش كيفاه نسوقوها، ما كانش كيفاه ندوها ولا فاهم، يعني التسويق راه ناقص بزاف. الصحراء الغربيه حاضره في الصالون كضيف شرف الطبعه من خلال معروضات تبرز الهويه الصحراويه. يميز كذلك مشاركتنا بهذه الطبعه وهو ان شاء الله توقيع مذكره تفاهم بين وزارة التنمية الاقتصادية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من خلال مديرية الصناعة التقليدية والحرف، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية من خلال المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف. بالتأكيد أن هذه المذكرة ستكون فاتحة خير إن شاء الله لطرفين ولطرف الصحراوي بشكل خاص من خلال التكوين وإعادة التكوين من خلال فتح فرص للمشاركات الدولية، لأن المشاركة في الحقيقة هي كذلك إثبات الدولة الصحراوية كحقيقة لا رجعة لها. تحصي الجزائر حوالي 440 ألف حرفي، مما يترتب عنه خلق أكثر من 1,140,000 منصب شغل في مجال الصناعة التقليدية، الأمر الذي يساهم بأكثر من 400 مليار دينار جزائري في الناتج الداخلي الخام.